بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء
الحق وأنت أحكم
واصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. هكذا اخوتي الايمان والاسلام استمعنا الى طب القلوب وشرح الصدور تلاوة قرآنية مباركة تلا على نسب حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمد محي الدين قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالدول العربية والإسلامية والمقيم والمعروف بقرية إدمان مركز ومدينة محمد مع الأحدث مكبرات صوت العالمية والأنوار الكهربائية معرض الفراشة الحديثة الكبرى وإدارة الحاج مبروك صالح المقيم والمعروف بصوت العينات. حضرات سادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.